لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. بيصوروا أي حد نازل مين ده؟ متطفل يعني احنا يعني واحده زي الفنانه ما بقول في النهارده صعب قوي تلاقي حد بيحل محلها في ادوارها لانها كانت صاحبه ادوار متميزه جدا يعني ربنا يرحمها. وبشكركم على حضوركم ويعني بنعزي نفسنا وبنعزي اسرتها وبنعزي كل محبيها وجمهورها. هل النقابه كانت بتتواصل معاها دايما دكتور اشرف؟ النقابة بتتواصل مع كل الناس يعني. النقابة دي كان بتابع يعني الحالة المرضية. يعني النقابة أنا ما أقدرش أخص يعني أنا بقول لك النقابة بتتواصل مع كل الناس يعني. حضرتك كان شاركت معها في أعمال كتير ومع الفنانة أسد يعني أو بشكل عام. يعني ما خلينا يعني في نخلص بس الجنازة وبعدين يعني شكرا لحضوركم.